السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. بداية صديقي، لا تنساني من اللايك والشير ودعمنا بالانتساب للقناة أو من خلال ميزة التشكرات. اليوم إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن مصادر التيار المستمر. هناك العديد من مصادر التيار المستمر الدي سي، ومن بينها رقم واحد البطاريات. تعتبر البطاريات مصدرا شائعا للتيار المستمر، حيث تنتج التيار المستمر عندما تتفاعل المواد الموجودة داخل البطارية مع بعضها البعض. رقم اثنين المحولات الإلكترونية. تستخدم المحولات الإلكترونية لتحويل التيار المتردد AC إلى التيار المستمر، وتستخدم فيها العديد من التطبيقات مثل الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. رقم 3 المولدات الكهربائية. تستخدم المولدات الكهربائية لتوليد التيار المستمر، وتستخدم فيها العديد من التطبيقات مثل السيارات والطائرات والمعدات الصناعية. رقم 4 الخلايا الشمسية. تستخدم الخلايا الشمسية لتوليد التيار المستمر من الطاقة الشمسية، وتستخدم فيها العديد من التطبيقات مثل الأنظمة الشمسية المنزلية والأجهزة الإلكترونية الصغيرة. رقم 5 مولدات الرياح. تستخدم مولدات الرياح لتوليد التيار المستمر من طاقة الرياح، وتستخدم فيها العديد من التطبيقات مثل الأنظمة البحرية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. رقم 6 المحركات الكهربائية. تستخدم المحركات الكهربائية لتحويل التيار المتردد إلى التيار المستمر، وتستخدم فيها العديد من التطبيقات مثل السيارات الكهربائية والمعدات الصناعية. هذه بعض المصادر الشائعة للتيار المستمر، وهناك المزيد من المصادر الأخرى التي يمكن استخدامها لتوليد التيار المستمر. لحد هنا ارجو ان حضرتك استفدت المعلومه، حضرتك استفدت لايك وشير، امر حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناه. اشوفكم على خير. كان معكم كالعاده عبد الرؤوف عماد من قناه عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.